أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أهلا مزيك جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة من ضحايا شلل الأطفال قابلت صعوبات كتير وتحديات كتير في حياتها، لكنها ما زالت مصممة على العطاء. روح التحدي تتحدى كل صعب رغم الصعوبات الكتير اللي بتقابلها، لأنها بتتمتع بقوة الإرادة وبروحها الجميلة بتتحدى كل صعب. صديقتنا الجميلة رمزها الجميل لكل متحدي الآخر، بتورينا إزاي حياتها والصعوبات اللي بتقابلها والتحديات اللي بتقابلها كل يوم بسبب الإعاقة، وإزاي هي بقوة إرادتها وعزيمتها بتواجهها بكل شجاعة بكل أمل بإصرار على التخطي. صديقتنا الجميلة رغم الإعاقة إلا أنها نموذج جميل لكل متحدي الإعاقة.